الاعلاميين مش قايلين على الحضور ديالكم في المنطقه. ان هذا راه مواطن، اي مواطن ومواطنه تعرضوا لاي سلوك ماشي هو داك من طرف واحد العدد ديال السائقين فكنقول لهم اعتذر. اذا انا كيف قلت انا يا القطع ديال الطاكسيات راه انا ماشي ضد، انا راه فعلا كنعرف كاع المشاكل اللي كيعانيو منها. هي راه ديما معنا. انا راه في اي احتجاج راه كتكون مسكينه متواجده معنا كنشكروها. الحمد لله كنعرف المشاكل اللي كيعرف القطاع. المجيء ديالنا اليوم هو حضور من اجل تاكيد واحد المساله مهمه، هو العلاقه اللي كتربط المواطنين بسائق الطاكسي، وهذه العلاقه هي اللي خصو يفهمها الجميع. لأننا ما كانش المواطن ما يمكنش يكون هذاك سائق الطاكسي، ولا ما كانش ذاك سائق الطاكسي شكون اللي غادي يدي خدمه ديال الطاكسي؟ مفروض هو اصبح ثقافه تاريخيه اللي هي ما كاينش شي بيت من البيوت ديال المغاربه ما تيعرفش طاكسي. شنو طاكسي؟ العالم طاكسي. لان الطاكسي هي مساله مهمه جدا تاريخيه خصنا نحافظوا عليها، والحضور ديالنا وكيف ما شفتوا باش ناكدوا لهاد المواطنه انها راه اختنا، ويعني وبان ما تحسش بان راه تمست في الكرامه ديالها او انها تحقرت او ابدا. فالحمد لله قطاع الطاكسي فيه مهنيين عندهم سلوك اخلاق عاليه، علاقتهم مع المواطنين علاقه طيبه، وهذا الشيء اللي اكدناه في الحضور ديالنا اليوم، ونتمناه من خلال هذا المجيء ديالنا انه تزيد ان هذه العلاقه تكون علاقه طيبه وتزيد توطد ما بين المواطنين وما بين سائقي الطاكسي. كاين مصالح مختصه اللي تعرض، راه حتى السائقين الطاكسي راه الا تعرض لاعتداء كيمشي لاقرب دائره امنيه وتيقدم شكايه في حق اي مواطنين اللي قاموا بالتعنيف ديالو او بكذا او بكذا او بالسب والقذف. اذا حتى هاد المواطنين، وهذا نداء، كاين مواطنين اللي صراحه كيقوموا بعد بالشكايات اللي هي واهيه، غير طاكسي راه دايز مر ما وقفش ليا نمشي نقدم شكايه. لا، خص يكون مساله يعني شكايه تكون موضوعيه. كاين بيرو في ابراهيم الروداني اللي هو مختص بالطاكسي اللي معروف وتعرفوا جميع المواطنين، اذا ما نبقاوش نعطيو في وسائل التواصل الاجتماعي ايماج ماشي هو هذاك في حق سائقي الطاكسي. سائقي الطاكسي كيديو خدمه مجانيه ان صح التعبير لعموم المواطن والمواطنات، بغض النظر على داك الشيء اللي تيتقاضوه من اجر في اثناء الرحله ديالهم اللي تيقدموا للمواطنين والمواطنات. فكنظن ان هذا اللقاء هو لقاء المصالحه مع السائق الطاكسي ومع المواطنين، لانه علاقه طيبه. الرخصه تحققت الامر في القانون ديالها اللي هو في الفصل اللي تاكد ذلك في الظاهر الشريف، ان الرخصه راهنا اشاره المواطنين، ولكن تنقول العكس ان اللي هو راهنا اشاره المواطن هو سائق الطاكسي. حجم التغيير جاو كيتسامحوا مع الاختين. الله يخليكم الطاكسيات، راه ماشي المواطن اللي غيطلع العصا، راه كاين واحد الجهات اللي هي مختصه، كاين وزاره وصيه هي اللي خصها تحل لكم المشكل، فما نحلوش لكم انا كمواطنه، انا راه بحالي بحالك، انا ضريت بحالي، انا بضروره بحالي بحالك، اشنو ذنبي انا غتخليني واقفه في الزنقه وغادي ما نركبش، علاش انا ما عنديش الحق؟ الا عندك مشكل كاين الحمد لله الجهات المعنيه، علاش اللي ما تباركم الحمد لله راكم كتوجهوا ليهم. اليوم الحمد لله كاين واحد الحدث اللي هو زوين وواحد البادره طيبه قاموا بها الناس ديال النقابات اللي على راسهم كنشكر السيد مصطفى الكحل الكاتب العام ديالهم اللي جاب خصيصا حتى لقدام حتى لعندي للدار باش يتقدموا بالعذر ديالهم، وانا التمس العذر وكنقول لهم انا يعني ما ساتنازل غنتنازل هاد ست الطاكسيات اللي انايا درت بهم شكايه غنتنازل على وجه هاد الناس، ولكن كيف ما كنقول لك راه التنازل ديالي ليس حل للمشكل، الحل هو نظام ديك البلاصه المحطه ديال الطاكسيات اللي كاينه بعين السبع، المشكل لا زال قائم وخاصو حل. الا انا اليوم تنازلت فعلى وجه هذوك الناس اللي جاوا حتى لعندي البيت ديالي باش يقدموا الاعتذار نيابه عن الناس الاخرين اللي هما كنعتبرهم الناس كيحتكروا ذاك القطاع في هذيك في المحطه ديال هذيك الساحه محتكره في مجموعه ديال الناس اللي انا الفت وجوههم الفت الوجوه ديالهم واحد بواحد، نقدر تجيبوني هذا ونقول لك هذا وهذا 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 وهذا.